ما متوسط. الفرخه دي هتتحشي وهتتشوي في الفرن زي ما حضراتكم شايفينها كده. الفرخه دي هتتحشي وهتتشوي في الفرن. طب انا هحشيها ازاي وهعمل ايه؟ هاخد الفلفل الحار، احنا ما قلناش المقادير، يلا تعالوا نقول المقادير واحنا شغالين كده. المقادير فرخه كامله، وعايز قرون فلفل حاميه سواء حمراء او خضراء، وعايز واحده فلفلايه رومي حمراء، بقول لكم ليه حمراء، ملح وفلفل اسود، زعتر مجفف، ثوم مفروم، وعايز رشه سكر صغيره، زيت زيتون وبابريكا وملح، احنا قلنا خلاص ملح وفلفل، معلقه صلصه طماطم اللي هي البيوري او معجون صلصه الطماطم. بصوا بقى انا هعمل ايه، هاجي هنا كده بالسكينه واروح جاي مقطع. تقدروا كمان تصوروا الوصفات دي لو انتوا عايزين تصوروها بالموبايل، علشان لو انتوا ما عندكوش وقت تكتبوها او تنقلوها او كده. يلا خدت الفلفل الحار واديته كده ايه تقطيع، بقى عندي حلقات من الفلفل الحار، وبعدين اروح جايب الفلفل الاحمر برضه واروح عامل ايه، اروح شايل كده الجزء العلوي من الفلفل بالراس بتاعته، شلت كواس كده الراس، تمام، عايز الفلفل نفسه، لحم الفلفل نفسه، خلاص نشيل دي هنا، وبعدين نروح جايين كده قاطعين الفلفلايه دي على اربع قطع عشان نعرف نقطعها. طب وبعدين هروح جاي هنا هروح جاي هنا عايز اخد شرايح برضو من ده، وهنشوف انا ليه اصلا بعمل كده للفرخه دي. انا عايز الفرخه محشيه طعمها حار وفي نفس الوقت ليه ريحه حلوه كده، عشان كده بستخدم الفلفل الاحمر ده. الفلفل الاحمر ده مسكر سنه، ولما بيتشوي في الفرن او بيتحمر في الزيت بيدي طعم حلو جدا مختلف عن الفلفل الاخضر. انا في كتير من الوصفات او في العموم يعني ما بستخدمش عمري الفلفل الاحمر والاصفر والاخضر علشان الوانهم، انا عارف ان في ناس بتستخدمهم عشان الوانهم، انا بستخدمهم كمان علشان قيمتهم وعلشان فرق الطعم اللي بيدوهم. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هاجي هنا كده هاخد معلقه من الزيت في الطاسه اللي انا مسخنها كويس قوي، واروح جاي هنا واخد الفلفل الاحمر مع الفلفل الحار وننزلهم هنا في الطاسه دي. الريحه بتاعت تشويحهم حلوه جدا مع انه مجرد فلفل بيتحمر، لكن الفلفل الاحمر مع الفلفل الحار هو ميكس، انا بطلب منكم تجربوه هتلاقوا ريحه حلوه وطعم حلو. هدي كده رشه من الفلفل الملح ورشه من الفلفل الاسود، ونستمر كده ايه في التقليب على ما دول يتحمروا سنه صغيره. اروح جايب هنا كده ايه مقادير الحشوه. انا عايز اعمل ايه؟ انا الفرخه دي عايز احشيها بالبابريكا، خلينا نجيبها هنا، والزعتر والثوم، وناخد كمان رشه، وناخد معجون صلصه طماطم ورشه السكر. يلا بينا. اروح جاي هنا كده جايب الخليط اللي انا عملته، يلا يا اشرف، هنزل كده بالخليط هنا زي ما هو كده بكل مكوناته، يلا بينا. وبعدين هروح جايب البابريكا نازل بيها، والزعتر والثوم كمان هنزل بيه هنا، حلو، واخد كمان معجون صلصه الطماطم. انا كده خلصت، محتاج اعمل ايه؟ محتاج انه انا اقفل ده وانزل بشعره زيت. ايه موضوع شعره الزيت ده؟ تعالوا اوريكم. هفتح كده البروسيسور وانزل بشعره زيت. كده انا خلصت، تعالوا نشوف الخليط ده شكله عامل ازاي. يلا بينا. اجي هنا كده ونروح نازلين بالخليط ده، معلش هنجيبها كمان شويه، واروح نازل بالخليط ده كده هنا. كل اللي انا هعمله دلوقتي هو انه انا هستخدم الخليط اللي انا نزلته ده قدام حضراتكم بان هو ده يكون حشوه الفرخه. الخليط ده هيدي طعم خطير جدا، تعالوا نبص عليه بصه سريعه قبل ما نطلع فاصل على طول. هجيب كده الفرخه هنا واروح جايب الخليط ده واروح حاشي الخليط جوه الفرخه، وممكن كمان اخد من الخليط ده هدهن الفرخه كده من بره ومن جوه. يهمني ايه كمان في الفرخه دي؟ يهمني انه انا اكتفها، يعني هاخد الكتف ده هنا تحت كده والكتف ده هنا ايه تحت كده اهو، ومن تحت هروح مدخل الكتف ده. يلا انا هعمل ايه بعد كده بقى؟ هشوي الفرخه دي على درجه حراره 170 لمده 40 دقيقه. انا كده خلاص خلصت الفرخه السريعه الطعمه في خمس او ست دقائق.